السلام عليكم اخوتي، نقول التحية لجميع العرب وجميع المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب وجميع الجالية المغربية الموجودة في الخارج. نقول التحية ديالنا لجميع الشعوب، الشعب الجزائري والشعب التونسي والشعب الليبي والشعب ديال العرب اللي كيشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. كنبغي له التحية من هذا المنبر هذا. وكما قلنا لكم اخوتي، انتم عارفين القصة، في خلينا القصة. أخوتي مني جاب لي هذيك الفقيه، نزل لي ديك الصخيرة، فهمتي أخوتي، جاب لي الفقيه ديك الصخيرة ونزلتها، دفنتها أخوتي داخل ديك البيت. علاش ديك البيت فيها جوج طواليطات، واحدة كتخدم وواحدة مشدودة كينعس فيها واحد السيد، وهاد السيد هذا صديق. مني نزلت ديك الصخرة تما خرجت ووقفت مع أحمد الهمص، سمية ديالو احمد الغرباوي، مكني بالهمس. هاد الصديق هذا دار 37 عام ديال الحبس محكم، واقف معاه وكان تاود انا وياه وكدا هادية. قلت له اخي احمد، الشاي الحبس كيفاش كان وكيفاش ولا؟ قال لي يا محمد، قال لي الحبس ماشي وكيزيد يتبدل، والحبس القديم ماشي هو دابا اخي محمد، وحتى الشجانة بداو كيتبدلو وكلشي بدا كيتغير وكدا هادي. قال لي انا اخي محمد ملي دخلت للحبس ما كانش يسطفيلاش، كانت مالا باطا، وانت عارف اخي محمد. وقلت له انا كنت باقي ما دخلتش للحبس اخي احمد، هو كنت ناقش انا وياه مسكين. ودات كتعرف، ودات واحد الانسان في الشجره كيعرفوه جميع المغاربه، وندوز ترى سونترال قنيطره حبس المركزي، ندوزو اخي احمد الهمص، السميه ديالو احمد الغربه والمكني بالهمص والتطوان، ندوز ترى المركزي حبس ديال قنيطره. ما خلى ما دوز، ومن تما جابو نصط فيلاج، تقرب الحبس ديالو عاد جابو نصط فيلاج. هو كان تاود انا ويا على الظروف وكدا، وقال لي محمد اش غادي نعاود لك اخ، هادشي هدا على حساب اللي ضربنا حنا مع دابا راه فرق كبير، وشتي شني ضربنا حنا ماشي واد. قلت له يا اخي احمد راه الحبس اللي ضربنا حنا راه الحبس، ودابا كنشوف القضية بدا تمشى وكدا هادي. أمر ولا الصبيغات ولا الزواقات في الحبس، ولا الحيوط كيترسمو، الحبس كامل مرسوم وكامل في الآيات والكارتيات في السميات، وشي حاجة ما تدورش على بالك. ولا الشجانة كيتعلمو تكوين الراس، وكاين اللي كيتعلم تكوين أي حاجة، الحديد ميكانيك، أمور بدات ماشية كترقع. ماشي الحبس اللي ضربنا حنا مساكن، ضربنا الحبس ملي كتدخل الله يسر اخر سمع السمية د الحبس يهرب له عقلو، فهمتي اخوتي. وبقيت انا ويا ماشي، قلت له يا اخ احمد وكيفاش زعما هادشي هذا وهاد المشكل هذا اللي رجعتي عليه الثاني، انت خرجتي مني كنت انا في المشكل الاولي وهذا الثاني. قال لي اخي محمد هذا الثاني ما عامل فيه انا والو، الثاني هذا وقع لي مشكل حومة باريو، مني خرجت كنت باريو عندي تما واحد سكنة أنا وهاد السيد هذا اللي عنجي عليه أنا الحبس، اللي كيعيطولو البلاوات، هذا اللي عيتوفى اللي عيموت، السيد اللي مات. قال لي أخي محمد شحال نقول لك، أنا كتجين عندي العايلة، هو كيجين عندو العايل، أنا معايا العايلة ديك النهار، وما جين عندي العايلة وباش غنقصر وغنجلس وهادية، وحنا ساكنين انا وياه بموحد، هو عايشين عندو العيل، وكنا كنشربو حتى هو سكران بالكاو، جا ديك العايل بغا يدخل، جريت عليه بلاوات ما بغاش. قلتلو صافي ريح عاجلس، كانت واحد المطربة ديال سبوخة من هادوك سبوخات القدامين، جلس عليها ومعاها هي كتبومبا بزاف، جا الراس ديالو في الحيط. ملي جا الراس ديالو بالحيط بنادم ضعيف قليل ماشي شي واحد كدا، والهمس كان انسان فوارتي فورس، واحد الصحة كانت فيها غريبة عطيها الله، عامل له بحال هدا طاح فوق المطربة ضرب راسو بالحيط، دامو الأمانة أمانتو، وما خلاو ما خرجو عليه. ها اللي كيقول احتالو سبوخة في دوقمو، ها اللي كيقول كدا، ها اللي كيقول كدا، كلها واش كيقول. بالحق الهضرة راه كيما كنقولو بالدارجة المغربية، الهضرة ما كتشري خضرة، حقيقة كتبقى حقيقة بينك وبين اللي خلقك، وحتى السلطات كيعرفوا الواقع،
السلطات كيعرفوا اي حاجه اللي وقعت من الديبار، من الاول ديال القصه كيعرفوها السلطات. ما ينساش بنادم بالو راه بزاف الحاجات زادوا في الارض. ملي كنا حنا صغارين ما كانتش السلطه العلميه وما كانش تحقيق بحال دابا وما كانش بزاف ما يتقال. ما دابا اخوتي راه اي حاجه مدقه. جاو عملوا الامور ديالهم تران تران، عرفوا اللي كاين كامل. السيد عاد جلس ضرب الراس ديالو ما عاد كانت عاشي يقول سبع على دعاء قري جلس صافي، ما فيه دار ما فيه ختاش ما فيه جرح ما فيه والو. بقى البشر كيهضروا كذا هادي كلها شنو قال. قال لي صدق ديت فيها 15 سنه محمد. قلت له اخي احمد سبحان الله العظيم، اللي ما عنده زهر ما عنده زهر وصافي. قال لي بصافي يكون عام على الله اخي محمد. وقيت كان تا ثانوي علاش هو حتى هو وقع له بحالي، عنده جوج دخلات، الاولى بكونضينه والثانيه بكونضينه. اي هذيك وصلت الساعه اللي غادي ندخلو قال لي محمد عاد دوز معايا لاصيص غدا وهادي وهادي. قلت له ان شاء الله. الغدا كان ايام الله السبت، كيصبح شي جنه السبت لحد انت كتعرف ما كاين شي تحركات ولا الزياره ولا شي حاجه ولا اداره، كلشي كيصبح كذا كيكونوا حاكمين فيه على الشاف دي بوست وصاب جينيرال، وبعض المرات كيدخل رئيس المعقل. المهم دراري كنعرفوهم ويعرفونا وهادي ماشي مشكل. قلت له واخا اخا احمد يكون خير غدا يحضر جود الله. دخلت حالي للبيت، دخلت البيت عند مسعود والدراري وهادي جلسنا. جلسنا تقاوينا تعشينا اللي كتب الله. دخلت من ديك البلاصه ديال الزنطر. استغفر الله العظيم، سمحوا لنا اخوتي عفوا راه باقي شويه شنو هانتوما كتشوفوا كلشي بعينكم. صدر محرحر اخوتي. هي هاديك دخلت جلست جبدت واحد البركة من تما وبديت كنقطع طاق 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 هدا السبت. قطع قطع قطعت 200 غرام كل بياسة ديالاش كل بياسة ديالاش. طران طران ديك صاحبي قدامي كيلوي طران طران هاديك طران طران. هي هاديك خرجت عاون وسط الشومبري قصاري، مسعود قدامي عاود يمكن عا كنلوف الميكات وكدا وهادي وسخان حرق للصق كدا هادي. وحنا كنتكيفو على جوينتات والمهاودة وماشي مع الموسيقى. صباح الله صباح الله. يا هاديك عاود فطرنا نوضنا فطرنا كيما العادة. ايوا بداو كيفتحو ديك البيبان اللي كيعمل شغلو اللي كدا. المهم اللي كيمشي لافيرميري باش كيفرقو ديك الدوان ديك الناس اللي مراتين اوبسيكاتر وكذا كيجيبوا لهم الدواء ديالهم، واللي عنده شي دواء كيشربوا مرض مزمن كيعملوا، اللي عنده انسولين ديالو كيعملها. المهم اي اجراءات كتكون بحال هذا معطيه في لافيرميري بالنهار ديال الجمعه بالليل كتعطى ديك الدواء كامل كينزل ديال هاد الناس اللي كيستعملوا الدواء يوميا. هي هذيك جلس سكرتي طران طران كنتاودو. جا عندي مصطفى مور الله يذكره بخير بهاد النهارات مصطفى اللويو. واقفين انا ومصطفى والدراري وهادي وباين الطبيب كدا هادي. قلت له زيد ريح. جبنا واحد جوج كراسة بحال هيدا جلسنا بحال السين مع القند ديال الكور. كنتاودو طران عندي عندك من عندي عندك. جا الهمص تا هو صديق ديالو عزيز عليه، وحتى في النهار اللي دارو بمصطفى باش تحاموا فيه الحبس كامل الهمص ما تدخلش مع المسؤولين ولا شي حاجة. ولاد الواحد اللي قال له انا عفيوني من الطريقة دي وما عندي شي معاه وما تدخلش في الإدارة ديال امور ديال المخزن. انا داك السيد صديق وكذا وهادي وما تدخلش معاهم محمد الهمص، وبزاف ديال الدراري ما تدخلوش، وحسن الصلق حتى هو ما تدخلش ما تدخلوش بزاف ديال الرجال ما تدخلوش في هاد القضيه هادي. وبلا ما نسميو اخوتي بزاف دخلوا ولاد بلادو ولا طنجه دخلوا كاع بزاف ديال الناس دخلوا. اييه هو راه كاين شهود كاين كلشي وكاين دراري اللي كانوا مع بعضنا واللي كنا كاملين وما عارفين اللي كاين. وبزاف الناس كيهضروا لي بإذن كيقولوا لي اخي محمد في التليفون كيعيطوا لي كيقولوا لي مصطفى كان حقار ولا كذا. مصطفى الله ما عمره كان حقار بوبري، ما عمره في حياته كان حقار ديك الولد هذاك. وهذاك الولد هذاك راه كيعرفوا الهمص ملي دخل علينا هذاك مصطفى الله. اول دخله ديالو كانوا جابوهم العسكر وصاحبو مسعود عزي وكان سعيد طوبه تا هو معانا. كانوا بزاف ديال الدراري ديال شارع دار البيضاء في مصلى، بزاف ديال ديك الشارع هذاك معانا في حي السين وفي الحبس كامل واصدقاء منهم. هاد الدرشي بزاف ما يتقال
ساعي الطوبة خام جيدو بزاف الدراري ديال مصلى معروفين اخوتي، ومصطفى اللويو كما صحصونا عليه الناس، وكما عدد من واحد اخي محمد كتعرفوه كدا، هادي ما عمره كان حقر ديك الولد ولا عمره كان حقر، واللي كيقول هاد الكلمة هادي اذا ما كيعرفش مصطفى مورو. مصطفى مورو انسان صافي على قبح الله الوقت لا دروك، مني دخل ديك 5 سنين من العسكر مسكين، هذيك ضربه معانا في الاول ديالها، عاد غيخرج من المدينه يوقع له اللي غيوقع باش يرجع بهاد المشكلات. ايوا بقينا جالسين، ما عمرو كان حقر مصطفى، وانا كنقول لكم اخوتي وكاملين كتسمعوها، طنجة كاملين بالقصريين بالعريشيين بجميع اللي دات مع مصطفى، وراه دوز معايا تا سوق الاربع بالاخر، والله يرحمه برحمه الله ويرحم جميع المسلمين كابين اجمعين اخوتي. دابا حنا كنعاودو لكم قصه كيفاش جريح معايا في المشكل ديالي الثاني، وهو ساكن في حي بهذيك الساعه داك هو والدراري. فين الطبيب جلسنا هادي، بقينا كنتاودو انا وياه ولامص ومسعود، واحد ولد اخو المصلى في بورطال ولا شكون جا من ديك الساعه من ديك الكارتي اللي عاد خلق جديد، هو براتر كاملين صحابي هي هاديك، جاو جلسوا معانا وكدا، وهادي كنتاودو انا ومصطفى. قال لي محمد كدا، قلت له انت كتشوف اخي مصطفى اش غادي نقول لك. دابا انا رجعت عند مسعود هنايا، وانت كتشوف ما نعرف اخي مصطفى، جلسنا تقاوينا عملنا شي بركه هذا مع بعضنا، جبت واحد طريف هدايا مخبع وكدا، وهادية واحد بنسان كايدا مخبع عطيتها له مريطة. اخي محمد بغى يخلصني، وديك المنظر ديالو الكرامة ديالو الرجل او صديق. قلت له ما احتاجش يا اخي مصطفى، حنا بيناتناش هاد الشي هذا، علاش هو كندعمني في الهربة اللي كنت هربت لهم من الحبس، صراحة الله تقل فالهربة اللي عرفت من الحبس، راه كان معايا هو وكان معايا الخليفي ديال الدرادب زعما اللي كان في حيدال، هادو هما جوج دراري معايا كانوا مني كنت عادي نهرب، وكنت نفهم وما عارف اني عادي نهرب فعلا مصطفى وديك الخليفي. فهمتي اخوتي، هي اللي جلس معانا شي حاجة مسكين مشى بحالو، بقينا انا والهمس والدراري كنتاودو تما. قال لي اليوم تغدى معايا اخي محمد وكذا، قلت له بحال والو نضربو لاصيست، لا كان شي منظر نضربو لاصيست، او كيجيو عندي الدراري موالين فتيوتات اللي خصو الكمايه وكدا وهادي، وحنا جالسين في ديك الكارتي حيسي ما كاين حتى حاجه. بديت كنتحرك وبديت عاود كنطلق شي حاجه سنين حيد عن مشاكل الدراري المساكنين كيجيو عندي على المشاكل، كيقول لي محمد عندك عاود رجع كيعرفوني عاود صعرت صافي عاود عاد كما كيقولوا بالدارجه عالكار ولا البلانكار، ما عنديش شي اي غرض انا كاع، ملي كطلع لي كتبقى تبان لي عالم صافي، ما خصني ما عندي ما ندير بهاد الحياه، واش بقى شي حياة بنادم مشات كاملة من حياته فقط. تنبقيو عا شابرين هيدا بحالنا شابرين في الحشب كما كيقول، شابر عارف شي حاجة ما نعرف، دابا نعملو دابا نعملو دابا نخرجو شحال نعملو شحال تخرج، الحبس حنا فيه كما كيقولو هي هاديك. بقينا أنا ورامس والدراري طران طران من عندي لعندك كنتاودو، جاو شي دراري آخرين أصدقاء ديالنا، هو عاو طايحين عليا، طلعنا عندنا فوق طلعنا عندنا محمد وكدا، قلت لهم إن شاء الله يكون خير وهادي. عفوا اخوتي، انتم عارفين اني باقي الصدر ديالي مخرخر اخوتي، الله يسمح علينا، دعيو معنا بشي دعوه مزيانه يشافينا الله. المهم اخوتي هي هاديك، اوصل لابيل عيطوا لابيل، بداو كيحفوا بديك الشنابر، حنا جالسين شي ثلاثه بينا ولا اربعه مع ديك الباب ديك الكره عاملين كريسيات، انا وحمد الهمص الله يذكره بخير في هاد النهار، حمد الغرباوي المكني بالهمص مدينه تطوان، نحاومو باريو تطوان. المهم هي هادي كيضربو لابيل من عندي لعندك كدا، هادي دازت الأمور د لابيل كدا، عطاهم الواجبات ديالهم كاملين دازو من فوق، وصلت الساعة عندنا، قلت له أنا غندخل نتغدى أنا وخا أحمد، قال واخا محمد ماشي مشكلة، أولا يدخل لعندنا، قال صافي غنتغداو مع بعضنا. هي هاديك دخلنا تغدينا مع بعضنا، جلسنا مع بعضنا، الكوك وتحاشيش وكذا وكنتاود. قلت له اخي احمد الشي دابا هاد، قال لي ما عنده بنادم لا محمد الصبر ضروري ويسهل يسهل الله، فهمتي بنادم خصو يكون صبار وكذا وهادي. قلت له اخي احمد انت كتشوف انت بيدك اخي، راه بقينا كنتاود انا وياه مسكين على العذاب ديالو، انا العذاب ديالي ومعروف حمد الهمص معروف، هي هاديك من عندي لعندك وتحاشيش وكذا. وبدا كيعاود لي قال لي اخي محمد شحال الدراري كانوا معانا فينو، النص الكبير اللي قتل راسو قتل راسو، واللي خرج من مسكين
قحمق مسيب في الزناق يبقى وهذاك. قال لي شي هذاك اللي كيجي ديك الولد من تطوان، ديك الراجل من تطوان كدا. قلت له هي، قلت له هذاك اللي كيجمع البوينتات وكدا هادي. قال لي الحبيب، قال لي هذاك كتعرف هذاك كيفاش كان، هذاك راه دخل عليا لا سونترال. قال لي هذاك كيفاش كان وكدا هادي في الوقت فلان فلان. قال لي شو الحاله ديالو كدا، دابا كيلقى قطعان بوانات وكذا. قال لي راه قتل ثلاثه ديال الناس هذاك، قتل عائله تقريبا على خدامه كان كيبغيها، كيجي عاي يشرب ويتقرقب ويتحشش قدام العتبه، بغى الخدامه شي نهار ما كانوش الدار تما وكذا هادي، هي ضحكت معاه من الباب، بغى يهضر معاه شدت عليه الباب، بقى كيدفع هي كدفع صداق درهم على العائله، دقات له وقتلتها واحد العائله صغيره مولات الدار ولا شنو، تجوج الرواح ولا ثلاثه، هاو كان بالاعدام. قال لي كان معايا في قنيطره بلا سونترال وهادي. قلت له خا احمد هذاك كيبان لي خطار، كنت كتشوف ديك التمحشيشه ديالو وديك كذا وهادي، كيبان لك انسان في الزنقه الله يستر تشوفو بحال هيدا، كيبان لك بحال لا حماقه ولا اونديكابي ولا شي واحد لا علاقه له بالحياه والحق، هادو ما خطاره خا احمد. انت كتشوف كيهز بوينتا من الطفه، ما كيهضرش مع بنادم ولا كذا ولا هادي، كيعرف بوينتا جوانه معروفه، بوينتا مربور ومعروفه، بوينتا كازا معروفه، كيمشي ليله وما يقولكش يعطيني ولا كذا ولا هادي، كيمشي للزبل للقر ونمسي ويلقط ديك المصيبه هادي وكيكميها، يلويها بالكاغط، الا الدراري عطاوها شي حاجه ولا هادي ما يقولش. قال لي اخي محمد هذاك كذا، هذاك فلان، هذاك مدينه تطوان هذاك وكذا هادي ومعروف. قال لي هذاك واحد وقت كذا هادي ضاع وعمل جريمه خطيره هذيك. المهم دوزنا انا ويا هذيك لاسيست كما يسرق، كمينا شربنا تكيفنا وكدا. اخي محمد دبرت عليها واحد البركه، فتحوا البيبان في العشيه مورا العصر هذاك ديك 3:30 الاربعة فتحوا عا وخرجنا. ايوا اللي كيطلق رجلو كيطلق، اللي كذا انا نعمل واحد الدوره سلت لهم من تما، خرج على برا الكارتيات، خرجت على برا الكارتيات كندور وكدا هادي، كندبر على راسي ديك التيوتات، واللي كيبغي شي حاجه كيجي عندي نحيس من عندي عندك من عندي عندك هي هاديك. وانا ندخل لكريف، وانا ندخل لكريف هدايا، بقيت كندور وكذا هادي، عاد كاين واحد الموظف بقيت كنتاود انا واقف، انا محمد قلت له انت كتشوف وكذا هادي، انا راجع من الكريف وكذا، انا نوصل مع الكروه غادي نجي مع الباب تاع الي وباب الكوزينه، انا نوقف بيضا ونجي للوجهه ديالي بوجهه ديك الموظف مسكين اللي هربت له من الشجن، الله يسمحنا منه اخي، والله يجعل ربي يسمح لنا ويغفر لنا ويسمح لنا، حتى هو مسكين بدون قصد هربت له، وما كانش القصد ديالي باش نهرب من ديك الراجل، وراجل مزيان، وما كانش القصد ديالي نهرب من ديك الراجل السي عبد الله الهشومي، نتمنى من الله تسمح لنا وتغفر لنا ويغفرنا الله سبحانه عز وجل بيدي مظلوم، ومسكين ضرب الوجه في الوجه بحال هيدا، ما هضر ما تكلم بقى يابس، وجيت هيدا في وجهه بقيت يابس هيدا، ما قدرتش حتى انا نهضر معاه ولا نقول له شي حاجه، وزيت وبقيت كنخمم ديك السيد شنو عاودوا لي عليه الناس، كلاش كيعاود لي كيقولوا لي من نهار اللي هربتي له هو الحاله ديالو طبقوا فيها مسكين ديك الشيء، وانا لا علاقه مسكين ما عنده حتى علاقه بهذا الشيء، هذه النازله هذه ما عنده حتى حاجه، وما كانش بيت معايا، كان بيت في الحبس، دا قالوا له عاود هود تما بدون قصد، هو مزمم في الكتاب بيت داخل السجن، بالحق هو بيت برا السبيطار، انا ما عرفتش كيفاش وقع، حتى هربت لهم كنت في حاله ماشي مزيانه، وجا في الطريق مسكين، وانا ما عنديش معاه شي مشكل ولا شي حاجه بحال هيدا، او زعما قاصدي نهرب ونهض عبد الله ولا كذا ولا هادي، كون كان جا شي واحد اي واحد في الطريق بديك النيه وديك الشيء اللي كان فيا كنت غادي نهرب له اخوتي، ما كاينش فيها العربي ديك الحاله، كنت نهرب من اي واحد اخوتي ماشي عالي له، والله يسمح علينا اخوتي، والله يغفر لنا راه هادشي هذا، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، وهادشي راه ماشي ساهل اخوتي، هادشي راه ماشي ساهل، باش بنادم تشوف بنادم بحال هداك هربتي له، وكان هو راجل مزيان وكذا وتو الحلم ديالو وعندو وليداتو تا هو الله يكون في العون، وصدقنا هو السبب ديالو بمثال عادي نقصيه ولا ما نعرف، العلم عند الله والله اللي عالم على كل شيء، ما نقدرش نقول لكم اخوتي كيفاش وقع ولا شنو وقع لي مع هاد السيد هذايا مسكين الله يرحم كلوان، ولا اله الا الله محمد رسول الله اخوتي، وانتم عارفين اخوتي
ضرب الوجه ديالي بوجهه وانا ماجي مع وسط الكارتي تحيسين بعيد عليها هذه شي حاجه. وقفت مع ديك الباب عيط الموظف فتح لي ودخلت وبقيت مريت مع راسي كنتلاقى هذا هو السيد الواحد اللي كيتلاقى وجه بوجه. كان وسمحوا لنا اخوتي المغاربه كاملين، سمحوا لنا كاملين الله يجازيكم بخير. وهادشي اللي كنعاود لكم الله يحفظ جميع المغاربه، راه ماشي مزيان عدد ديال الشباب كيطيحوا في هاد الزوبيات بحال هادو وكيطيحوا في هاد المصايب بحال هادو. هادشي هذا راه ماشي مزيان اخوتي، وماشي ضروري بنادم عاد يخرج بحالي ولا يبقى بصحته ولا يبقى بعقله ولا يبقى بشي حاجه. اخوتي بحالي راه ما يمكنش، راه ما يمكنش اخوتي. الحياه ديالي كامله ضربتها تما وكذا، وهادي واحد الخروج هذا راه دي معجزه باش يخلي لك الله صحتك ويخلي لك عقلك. راه دي كرامه ديال الله سبحانه عز وجل. علاش الا خلى لك صحتك وما عطاكش عقلك غتكون انسان جامد؟ الصحه وما عندكش العقل، شحال من الصحه بلا عقل؟ شكون تينا باغاموندو؟ ما عندكش العقل، الصحه هي والعقل والو جو تامدة. وإلا كانت عندك العقل وما عندكش الصحه وطير طاير في السماء، باش عتقاوم مع هاد الناس؟ الصحه والعقل اللي خلى الله سبحانه، خلى الله سبحانه عز وجل خلى لي صحتي وخلى لي عقلي. وكنطلب من الله سبحانه عز وجل يسمح لي ويغفر لي ويغفر لجميع المسلمين كاملين اجمعين، فهمتي يا خوتي؟ ويسمح للمغاربه، وحنا يا خوتي مغاربه راه بلاد مزيان، عداد الناس دايخين في هاد الارض السعيده اللي فين عايشين حنايا. والله العظيم عدد الناس دايخين في هاد الارض السعيده ما عارفينش شنو كاين ولا الحقيقه بحال، ما عارفينش المغرب شنو هو. والمغرب راه باقي فيه اخوتي، باقي فيه الخير، باقي فيه الخير بزاف الترابات وبزاف ديال الدول. المغرب اخوتي عملوا اليد في اليد ويكون بنادم صبار ويكون بنادم بزاف ما يتقال اخوتي. راه الارض مباركه هذه، والله الا الارض مباركه ولا مشات الحياه ديالنا فيها وكذا، هذه راه ارضنا وبلادنا اخوتي، ما غنفرطوش فيها وما غنسامحوش فيها. ابغى ولا كرهوا هذوك اللي كونطران هاد الارض هاد، ضروري عندهم يكونوا ناس كونطرالينا حنا في هاد الارض هادي بهاد الحياه وهاد العيش اللي كنعيشوها. سمعتي يا خوتي؟ حنا عاشوا معنا ناس، والله اخوتي عاشوا معنا ناس قالوا لي اخوتي هادي عاد الجاره ديالنا هنا، عاشوا معنا ناس في الحبس جزائريين مساكن عاشوا معنا في الشجن، كانوا في اوروبا وشبروهم طالعين بالحشيش من هاد الارض السعيده وشبروهم ودخلوهم علينا. أو الله عاودوا لك الحياه اللي عاشوها في الجزائر راه مشكله. والدلاحه كيشريها بالسطوره اخوتي، اي حاجه بالبون، اي حاجه بالبون، اي حاجه خصك تجيب ورقه، الضيف الا جان عندك تجيب البون. والتحيه ديالنا لجميع اخواتنا والشعب الجزائري كنقولوا لهم التحيه من هذا المنبر هذا، فهمتي اخوتي؟ وحنا مغاربه وغنبقاو مغاربه، وديما القلب كبير، ديما القلب كبير، وكنبغيو البراني وكنبغيو اي جنس اللي دخلنا هذه الارض السعيده كياكل ويشرب فيها ويقول الحمد لله والشكر لله، ولو يكون قاوري كيقولها بالعربيه، حمدت الله وشكرته علاش ارض مباركه. وسمحوا لنا بزاف اخوتي، سمحوا لنا بزاف، وعاش الملك.